السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاشت مدينة طنجة في الساعات الأولى من يومه الاثنين حادثة سير خطيرة بممر تحت أرضي بمنطقة بني مكدة، وذلك عقب اصطدام سيارة أجرة صغيرة بسيارة خفيفة. وحسب مصادر من عين المكان، فإن الحادث الذي كانت السرعة المفرطة سببا في حدوثه أدى إلى تسجيل خسائر مادية جسيمة بسيارتين معا. هذا وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة لقسم مستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق من أجل معرفة تفاصيل الحادث. وتسجل الإشارة إلى أن نفس الممر تحت أرضي شهد قبل أيام وفاة شخصين بعد احتراق السيارة التي كان على متنها بعد تعرضها لأضرار بسبب حادثة سير.